الاصابات الخلاني يا نهار اصابات كبيره قمع المتظاهرين بصفهم الطشار والدخانيات. كثير من الاصابات صارت على التوتر الان في ساحه الخلاني. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم ورسائلكم القصيره حول اخر المستجدات على الساحه العراقيه. طبعا يواصل المتظاهرون في بغداد والمحافظات العراقيه تظاهراتهم تاييدا لمطالب ثورة تشرين وتنديدا بعمليات القمع الحكومية والميليشياوية للثوار. يأتي هذا في وقت جددت فيه القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها هجومها على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد بالرصاص الحي وقنابل الغاز، وهو ما أسفر عن إصابة واختناق عدد منهم. في المقابل شيع أهالي محافظة ميسان جثمان الشهيدين الفنان المسرحي عبد القدوس قاسم والمحامي كرار عادل اللذين اغتالتهما الميليشيات وسط مدينة العمارة بمحافظة ميسان. هذا وقال مركز جنيف الدولي للعدالة بأن المتظاهرين السلميين في العراق تعرضوا لانتهاكات ممنهجة واسعة النطاق من خلال استخدام مختلف أنواع الأسلحة، حيث قتل في هذه التظاهرات أكثر من 700 متظاهر وجرح نحو 25,000 من المتظاهرين. طبعا مثل ما شفنا في بداية الحلقة وفي تصعيد جديد، ورغم الإدانات الدولية لمسلسل الانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين، جددت القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها هجومها على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد مستخدمة الرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة واختناق عدد منهم. هذا وأظهرت لقطات مصورة محاولة المتظاهرين إنقاذ زملائهم المصابين ونقلهم لإسعافهم، وهذا المقطع شفناه في بداية الحلقة. طبعا المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد يواصلون تظاهراتهم المنددة بقمع القوات الحكومية والميليشيات لمنتفضي تشرين، وأكد الناشطون خلال التظاهرة بأن الثورة قوية وباقية ومستمرة حتى تحقيق النصر، لافتين إلى أن دماء شهداء ثورة تشرين لن تذهب سدى في وقت طالبوا بالإفراج عن معتقلي الرأي والتظاهرات في البلاد. ناشطون وحقوقيون حملوا الحكومة في بغداد مسؤولية اغتيال الفنان المسرحي عبد القدوس قاسم والمحامي كرار عادل في محافظة ميسان. أكد الناشطون بأن المسلحين قاموا بملاحقة الفنان المسرحي عبد القدوس قاسم والمحامي كرار عادل في منطقة الحي الصناعي وفتحوا نيران أسلحتهم، ما أدى إلى استشهادهما في الحال. وقد تداول الناشطون مقطعا مصورا لوالدة الشهيد عبد القدوس قاسم وهي أمام جثة ابنها الشهيد. يعني مسلسل الاغتيالات يعود من جديد في العراق ويتكرر ضد الناشطين ضد المتظاهرين في محافظات العراق. طبعا نقابة المحامين العراقيين استنكرت عملية اغتيال المحامي كرار عادل الناشط في تظاهرات محافظة ميسان،
وطالبت المحاكم الدولية بالتدخل للكشف عن قتلة المتظاهرين في العراق. نقيب المحامين ضياء السعدي في بيان للنقابة قال بأن على الحكومة ومجلس النواب والأجهزة الأمنية الكشف السريع عن الجناة الذين تجرؤوا على اغتيال أحد رجال العدالة على خلفية نشاطه السلمي ومطالبته بالحقوق المشروعة للعراقيين. أكد نقيب المحامين بأن النقابة ستقوم بخطوات تصعيدية في تدوير قضية قتل الشعب العراقي، وستطالب كما قال المحاكم الدولية بالتدخل لمحاكمة قتلة المتظاهرين السلميين والمقصرين من السلطات الحكومية في مسؤوليتهم تجاه حماية أرواح المواطنين. معنا اتصال علاء من بغداد. تفضل علاء. آلاء من بغداد، عذرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي آلاء. مرحبا أستاذ عمر. أهلا وسهلا بك. وياك المحامية آلاء. يا أهلا وسهلا. تفضلي. ألو. نعم أسمعك. أستاذ عمر. نعم. مرت من زمان. بس حابة أقول طبعا هي التهديدات اللي قاعدة توصل. ألو. نعم آلاء. تفضلي. ألو. أسمعك. محامي اقول لك احنا كمحامين ده توصلنا تهديدات كلش هوايه. اخر يعني اذا امكن تقدرين ترجعين تتصلين بينا اخت الاء لان الصوت دي يقطع اذا 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 سمحتي. هناك مشكله في الصوت. الاء من بغداد كانت معنا وهي محاميه وقالت باننا نتعرض الى تهديدات متواصلة. محمد من الرمادي، تفضل محمد. محمد، محمد تسمعني؟ محمد، فقدنا الاتصال مع محمد من الرمادي. طبعا نقابة الفنانين العراقيين نعت الفنان المسرحي والناشط في ساحات التظاهر في ميسان عبد القدوس قاسم الذي اغتالته ميليشيات مسلحة بإطلاق النار عليه كما قلنا، وعلى المحامي كرار عادل في منطقة الحي الصناعي بمحافظة ميسان. النقابة قالت في بيان لها بأن الأيادي الآثمة التي تغتال وتختطف هي ذاتها التي تطلق رصاص الموت وتدمي قلوب الآباء والأمهات على فلذات أكبادهم. وأضافت النقابة بأنه ومع تواصل مسلسل القتل والاختطاف فإن العراق قد زف نجمتين من أبنائه في ميسان ليعلن الناس تضامنهم حدادا على جريان الدم العراقي في سبيل نيل الحرية كما جاء في البيان. وأعربت نقابة الفنانين العراقيين عن حزنها وشجبها لهذه الجرائم مؤكدة أنها لن تساوم على دماء شهداء ثورة تشرين وأنها ستطالب بمحاكمة دولية لكل الجرائم ومرتكبيها. معنا اتصال أبو فاطمة من النجف. تفضل أبو فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أهلا. تحياتي لك أخي الكريم لكافة الأخوة. أهلا وسهلا بك. والرحمة للشهداء والشفاء العاجل لكل الجرحى والحرية للمعتقلين والسجناء الأبرياء. أخي الكريم أنا عندي نقطتين اليوم. هو في خبر يعني أنا سبق وأرسلت لكم، طبعا هذه الأخبار إن شاء الله يعني نتمنى أن تكون يعني غير مؤكدة، ولكن الأخوة اللي دا يتصلون بي أو دا يتصلون المعلومات من سجن الحوت يعني من هناك، إنه هناك إعدامات الآن دا تتم لأن الناصرية محاطة، ممنوع أحد يدخلها من الإعلاميين ومن بحجة فيروس كورونا، فالإعدامات الآن مستمرة في هناك ضد الأبرياء. وخبر هناك أنهم يريدوا أن يصفوا الجميع هناك ما دام هناك فراغ سياسي، وحكومة إيران المجرمة هي ما زالت تعتمد هذا الأسلوب في إثارة الفتنة بين الشعب العراقي، لأنها لا تستطيع أن تسيطر على العراق إلا بالفتنة الطائفية. معظم الذين يتم إعدامهم من أهل السنة، هذا لا شك فيه، حتى تبقى هذه يريدون أن يتغذوا ويتعايشوا على هذه. فنحن نحذر ونحن نتمنى من الذي عنده معلومات إضافية ومؤكد على هذا حتى يعني يوصلها للقناة
ويكتكون يعني نفضح هؤلاء ونحاول ان نضغط على هذه الحكومه كذلك المجرمه في بغداد ان يعني هذه مسؤوليه في العراق ومسؤوليه خارج العراق كذلك منظمات الحقوق الدوليه. هذه نقطه. النقطه الثانيه اخي عمر، احنا يعني نناشد ونطالب ان تكون المظاهرات سلميه، هذا لا شك فيه لان ما عندنا غير خيار، لكن اخي هل من المعقول ان يتم قتل الناس لحد الان منذ 5 أشهر ويتم يعني المصوره موجود موثقه كل معظم الجرائم؟ يعني هل من حق الان الناس ان يدافعوا عن انفسهم ان يثأروا لشهدائهم؟ يعني النساء والآباء الذين فقدوا أبنائهم، يعني مقتدى الصدر لا يخشى أن الناس تهجم على بيته وتحرق بيته كما حرق الخيم وقتل الناس فيها؟ الذين يتم اغتيالهم هل يظنون يعني الناس تسكت على هذه الجرائم؟ ما راح تسكت أخي، فليحذر هؤلاء. وأنا أنبه من يتورط في هذا في هذه الجرائم، أقول له انتبه، قول الله سبحانه وتعالى الذي من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هؤلاء لا دين ولا أخلاق ولا قيم، فنحن نحذر من هذه الأعمال المجرمة، والناس ترى ما راح تسكت نهائيا، يسمع مقتدى وغير مقتدى. هذا أخي ما عندي عمر، وأشكرك. أبو فاطمة من نجف كان معنا. علي من ديالة، تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك. أستاذ عمر، احنا نطلب منكم قناتكم الرافدين بين تطلعون بهجة كل أشهر. شلون أخي علي صوتك؟ علي. علي تسمعني؟ علي. يبدو أننا فقدنا اتصال مع علي من ديالة. طبعا أعتذر عن تلقي الاتصالات عبر الواتساب، إذا تريد تتصل أخي أو أختي ممكن تتصلون على أرقام الظاهرة أسفل الشاشة إن كنت داخل العراق أو خارج العراق. آلاء من بغداد تعاود الاتصال بنا، تفضل يا آلاء. أستاذ عمر أعذرني، شانت الشبكة ممكن. أهلا وسهلا، تفضلي. طبعا قلت لك قبل 15 يوم تعرضت لتهديد. ترى كل أهلي يخافون علي كمحامية، وهاي قالوا سحبي هاي الدعوة على مدى طالعين هذا الولد اللي طبعا مسحت الخلاني اسمه زياد، أهل ناس فقرة، حبيت أساعد. وصلني تهديد من شخص معين، طبعا تقولوا بدون ذكر أسماء أو جهة معينة. تابع الميليشيات لو الحزب؟ لا لا الحزب. صاروا نفس الشيء هم؟ نعم كلهم نفس الشيء. كلهم نفس الشيء، كلهم نفس الشيء. تابع الحزب؟ اي نعم الكتب حزب الله. انا ما اخاف بعد، عجب هم اصلا عرفوني وندلوا بيتي. نعم تعرفوني، خفت على اهلي ما خفت على نفسي والله العظيم اشهد ما بالله. المهم كملت الدعوه مالتي ومشيت فيها. ها بس حطيت الاوراق انه انا جايه ادافع عن هذا الولد اللي طبعا هو اخذ من مستشفى بمدينه الصدر، اخذ من قبل انه هو والله يعني مصاب. قلت لهم على الاقل يعطوني بس اهله يشوفونه برا. نعم انا من شفت حالته قلت لهم زين بس خلي بس اهله يشوفونه، ما خلوني اصلا اي احد يشوفه من اهله. ها بالليل ثاني يوم الصبح وصلني التهديد، انت جاي تدافعين عن شخص تابع انه هو ياخذ رش وياخذ مبالغ ماليه من السفاره، احنا نقول هم قالوا ولد السفاره. نعم قلت له انت متاكد؟ قالوا اي نعم متاكدين. قلت له شوف دافع عن شخص فقير وما اخذ من عنده فلوس. شرد علي طبعا واحد من عندهم نزل من السياره قال لي قد تريدين مبلغ؟ احنا ننطيش وتعوفين اي دعوه خاصه بالمتظاهرين. اي دعوه تجيك من اي متظاهر توفينها رايده حياتك. هي تقول لي قلت له اوكي. قلت له واذا ما رفضت انه اني
نعم نعم آلاء آلاء بعد شوي أنا نعم يعني استمعنا إلى ما قالت آلاء من بغداد وهي محامية كيف تعرضت إلى تهديد مباشر من قبل ميليشيا حزب الله بعد أن قامت بواجبها تبرعت البنت بأنها وهي محامية بحسب القانون اللي يدعون به وبحسب العدالة اللي يدعوا بها وصدعوا بها رؤوسنا بعد العام 2003 والديمقراطية والتخلص من النظام السابق كما قالوا والديكتاتورية يعني محامية تتبرع لمرافعة عن متظاهر سلمي ومصاب تهدد بهذا الشكل تهدد بهذا الشكل وإحنا اليوم شفنا وشفنا في الأيام السابقة شلون عمليات الاغتيالات اللي تصير بحق الناشطين وبحق الناشطات وعمليات قتلهم وخطفهم لحد الآن هناك الكثير من المتظاهرين ومن الناشطين مخطوفين ما ينعرف مصيرهم وأهاليتهم يدوروا لهم فهاي الحكومة اللي يحكون بيها احنا ما عندنا حكومة احنا عندنا ميليشيات عندنا عصابات بالعراق من العام 2003 ولغاية الآن عصابات عندنا ياه اللي يجي لازم له جهة ويسوي له ميليشيا وياخذ بيها دعم بالبداية إيران تمده وبعدين هو يقوم يمد إيران يعني هو من خلال البزنس مالته والتجارة وسيطرته على المنافذ وتهريبه للنفط يقوم يغذي جماعته ويغذي أمه وأبوه إيران فهذا مثال بسيط نسأل الله أن يحفظ يعني آلاء ويحفظ جميع العراقيات والعراقيين يعني صراحة مأساة 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 يعني البارحة قتلوا 2 من النشطاء في ميسان مثل ما تحدثنا عبد القدوس قاسم وهو فنان مسرحي والمحامي كرار عادل على يد الميليشيات وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان واستنكر طبعا أن أهالي محافظة القادسية وقال الناشطون في مدينة الديوانية بأن هذه العمليات لن تتمكن من إسكاس صوت الحرية في العراق الذي يريد التحرر من هذا النظام وأحزابه الفاسدة على يعني على فكرة ترى يعني آلاء اتصلت وهي محامية وتكلمت بكل شجاعة بهذا التهديد ترى مثل آلاء آلاف مؤلفة بالعراق دي يتهددون يتعرضون إلى التهديد المباشر ومنهم من يتعرض للخطف هذا اللي شفناه منذ بداية ثورة تشرين بل قبل ثورة تشرين يعني هذه سياسة الأحزاب والميليشيات اللي جتنا مع الدبابة الأمريكية اللي اليوم يدعون هم صدعوا راسنا بالمقاومة وهم لو مو الأمريكان ما يقعدون على كرسي ولا يلزمون منصب اليوم يقول لك إحنا جايين نلزم البلد ويتهمون المتظاهرين السلميين الفقرة الخريج اللي صار له سنوات تخرج ويدور على وظيفة يعني هذه الثورة لو كانت هناك دولة عدالة ودولة قانون ما كان الناس طلع صار 6 أشهر الناس مو بطرانة بس من النظام اللي يمس الناس يعني بلد غني مثل العراق من العام 2003 ولغاية الآن هذه مئات المليارات من الدولارات وشبابه وأطفاله ونساء هذا حالهم ما معقولة أكيد راح يطلع بتظاهرات شو تريده يعني هناك من يعني من المشاهدين المتابعين يقول لك ذولا ما ينفع وياهم تظاهرات سلمية ولكن المتظاهرون قالوا كلمتهم بأنها تظاهرات سلمية وهذا الكلام أنه والله ذولا مدعومين من السفارة هاي صارت يعني بضاعة مستهلكة يعني لن تجدي نفعا مع العراقيين أبدا معنا اتصال في اتصال علي أم علي من بابل تفضل يوم علي نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شلونك دكتور يا أهلا وسهلا بيش تفضل يا أختي أهلا. نعم أم علي وياك بداية الرحمة نعم نعم أختي أم علي أم علي تسمعيني انقطع اتصال مع أم علي من بابل طبعا بالمناسبة احنا دائما نأكد انه هناك تشويش متعمد على القناة وعلى الاتصالات وخاصة في برنامج صوتكم يعني ما شاء الله الجماعة زين إذا عندكم هاي الامكانيات بالتشويش وقطع الاتصالات تشتغلوا على البلد يعني انتوا بس شغلتكم تطلعون رؤوسكم وقت المصايب والبلاوي تشتغلوا ده كافي عاد ما شبعتوا
راكضين ورانا على هالاتصالات. ابو فيصل من السعوديه، تفضل ابو فيصل. مساء الخير استاذ. مساء النور، اهلا وسهلا بك، تفضل. كيف حالك؟ حياك الله يا اهلا بك. تحيه لك وتحيه للقناه، تحيه للكادر، تحيه للشعب العراقي السائر، وتحيه لدوره التشرين والابطال، ورحم الله شهداء العراق، والله يشفي جرح العراق. امين. الثوره والله قلوبنا مع الشعب، مع الشعب العراقي استاذ عمر. وبالنسبه لهذا يتكلمون عن الفيروس الكورونا، هم اخطر من فيروس الكورونا، ولا اعضاء هم المرض بعينه. لابد اول شيء تغييرهم، لازم مو تغيير، وانما محاكمتهم زي ما مجرمين وجرائم الدين. ونطالب العجيب والغريب استاذ عمر، العالم دول الامم المتحده لم تتكلم، المفروض تدخل دول للعراق، لان العراق لا يوجد دوله، هي عصابات وميليشيات مجرمه يعني ترتكب المجازر يوميه ضد الشعب. نطالب بتدخل الامم المتحده، نطالب اي جهات عالميه تدخل بالعراق لكشف المعتقلين والمخطوفين وهذه الجرائم التي ترتكبها هذا النظام المجرم. وتحيه لك، يعيش العراق. حياك الله ابو فيصل من السعوديه. كان معنا المحاميه الاء من بغداد، تعاود الاتصال. تفضلي ست الاء. الاء تسمعيني؟ الاء من بغداد، يبدو كذلك انقطع الاتصال مع الاء من بغداد. طبعا الناشطون في مدينة الديوانية يعني قالوا بأن هذه العمليات لن تتمكن من إسكات صوت الحرية في العراق الذي يريد التحرر من هذا النظام وأحزابه الفاسدة. يعني كما أشرنا بأنه باغتيال الناشط عبد القدوس المحامي كرار عادل في محافظة ميسان، عاد شبح الاغتيالات إلى العراق مرة أخرى. يظنون بأنهم قادرين على إسكات صوت العراقيين بعد كل ما جرى في العراق، وبعد تصميم، وبعدما قال المتظاهرون كلمتهم لن نعود أبدا. صار لهم 6 أشهر الناس يتظاهرون وثابتين على موقفهم. أبو عبد الله من لندن، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك وقناة الرافدين والسادة المشاهدين. حياك الله يا أهلا بك. أشكرك أخي عمر. طبعا المتتبع للأحداث السياسية في العراق يعني من يوم مجيء خميني عام 79، هذا الفيروس ايش سوى؟ يعني واحد يعني ما خلوا المنطقه يرتاح. يعني هذا خميني يوم جاء، طبعا يعني خميني الذي هزم، قال انا يوم وقع اتفاقيه صلح مع العراق قال كاني اشرب السم. لكن من هذاك اليوم يعني الميليشيات يعني الان مثلا يعني تناقضات شديدة جدا. يعني هم الآن يقولوا لأمريكا الشيطان أكبر، وشفنا يعني تعاونهم إلى أبد الحزن مع الأمريكان. يعني أمريكان يوم الآن قتلوا قاسم سليماني، هذول يعني الأحزاب الميليشيات اللي يسمى عصائب أهل الحق، عصائب أهل اللطم والباطل. يعني عندما قالوا أن أيام الأمريكان أصبح معدودة في العراق، ايش سووا؟ انا اريد يعني ما راينا اي شيء الى الان، فقط كلام بس. هم مثل ما يقول اسد علينا وفي الحروب نعامه، يعني هم رجال على المتظاهرين السلميين، لكن القواعد الامريكيه اللي قالوا راح نطلعهم من العراق ايش سووا؟ قتلوا قاسم سليمان. الامريكان ايش قدروا يسووا؟ طبعا ايضا بخصوص موضوع كورونا، يعني مثل ما يقول شر البلية ما يضحك، والله شر البلية ما يضحك. طالع اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي واحد معمم يقول طبعا تعال إلى قبر الحسين، إلى إمام حسين، طبعا بريء منهم، إمام حسين في وادي وأولئك القوم في وادي آخر، إمام حسين عمره ما كان يلطم على رأسه، يقول تعال يا قبر الحسين ما يحتاج لا كمامة، ويحلل على أساس هناك الدكتور علميا إن تربة الحسين فقط تمشي عليه يقتل الميكروب والجراثيم، فقط تقترب من القبر راح يموت الميكروبات. طيب احنا الآن شفنا المعممين في قوم يهربون بسيارات، الله يكرمك، سيارات اللي يحمل الحيوانات كلهم شردوا، ما شافوا مكان، ما حد ما يشتغلوا. نعم أبو عبد الله. واليوم عفوا، اليوم نقلتم عن قناتكم موقرة ابن عائلة القنصل الإيراني في النجف مصاب بالكورونا. خلي أشوف هذا، خلي يروح قبر الحسين كيف يخطب الجراثيم. لكن هناك أيضا
ايضا قالوا في جامع البراق على اساس هذا الامام علي فيها صحن فيها ماي. نعم اللي يشرب منها. نعم. اللي يشرب وصلت منها رسالتك. نعم انا اشكرك ابو عبد الله من لنا كلام معنا. سعد من السعوديه تفضل. سعد رحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بك. بارك الله فيك يا اخوان الفاضل، بارك في هذه القناه المباركه. يا اهلا بك. هذه العصابه علمت لا محاله انها الى الزوال، فهذه الاشياء اللي قاعده تسويها من قتل الناشطين وقتل المتظاهرين هذا خلاص ما عاد عندهم اي وسيله انهم يقتلون خلاص، يعني مساله بقائهم ما لا محاله من الزوال ان شاء الله، والنصر ان شاء الله للعراق واهله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. ابو حيدر من النجف تفضل. ابو حيدر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لك وقناتك المباركه. حياك الله يا اهلا بك. بالنسبه اخي اخ عمر. نعم. اذا ظلينا عن هذا الوضع انا اشوف كرأي يعني. نعم. ماكو اي تتصور ان الامم المتحده راح توقف في العراق اكثر من 5 أشهر ضحايا وقتل امام نظر العالم كله، ما عاد حركه الامم المتحده، مجرد اعلان احنا نرفض احنا نستنكر يعني في الكلام. No. هاي خطوه اولى. الشيء الثاني بالنسبه احنا المرأة موجودين بالنجف وفي كافه المحافظات. نعم. No. يعني هاي صار اكثر من 17 سنة. نعم. No. هي نفس المرجعيه ايدت على قائمة الشمعه اذا ذكرها اخواننا، وهي اللي وهم عندهم منهج على انه مرجعيه النجف ما نهائيا، لا انت لا سياسه ولا انت اللي مشاكل الناس، يعني المرجعيه شبه يعني حقيقه خزي وعار على العراقيين. انا خلنا اكون صريح ويا الكل، انت من قلبكم دون يعني انا من حاط لي عمامه اخذ خمس وزكاه ها؟ ويقوم لي خطبة ومسوي لي محاضرة والحسين كذا كوين صورة الحسين الموجودة في ساحة التحرير وكل ساحات العراق، هاي مو ثورة هذه نصرة، هاي الناس مو طلعت لعلم مظلومة حق يعني خرجت الطالب حقوقها الشرعية، يعني ليش هالاتهامات عليهم؟ ناس تقول تابعين، ناس تقول يا امريكا تمولهم، يعني فالكلام نعم بالله. القضيه اذا استمرت على هذا الحال احنا يوميا نعم ابو حيدر خبره الحل شنو؟ نبقى متفرجين؟ هاي اكثر من 50,000 قتيل وجريح، هاي 30,000 احنا الارقام لا ما مسحناهم والله كانوا مسحناهم. يا مداري يا المراجع ما تخافون من الله مباح اكو كتاب مو انتم قارين القران مو الله يقول مراتكم مو فبغيره بيده والذي يستطع فبلسانه ولن يستطع فبه. وين ايمانكم؟ وين الدين؟ وين يا الله؟ لا والله العظيم انا حنجن جاي اشوف قضيه هي اللي مطي امر القضاء على هاي الشكل. شوف يعني القضية هالشكل خمت المرجعية. نعم ابو حيدر انا اشكرك. ابو حيدر من النجف كان معنا. ابو مالك من امريكا تفضل. ابو مالك السلام عليكم استاذ عمر. السلام ورحمة الله اهلا وسهلا بك. تحياتي لك استاذ عمر ولكل الكادر. حياك الله يا اهلا بك استاذ عمر عزيزي. هاي الحاوية حاوية الزبالة مع احتراماتي المتمثلة بهاي الكتل السياسية الموجودة بالعراق، مدى يفهمون شنو معنى السلمية ومدى يفهمون شنو هي التظاهرات، وما لأنه ما يعرفون شنو حقوق الإنسان معناه شنو. نعم. يعني هاي العالم اللي تتكتل، النشطاء اللي تتكتل، البشر اللي تروح، يعني هذولا ما لهم قيمة بنظر هاي الشلة الساقطة.
واما بالنسبه للمرجعيه الناس تتحول على المرجعيه، المرجعيه كلها من اصول ايرانيه، يعني ماكو مرجع مؤصل عراقي حتى الواحد يكتب عليه، هم كلهم حجم. اثنين، اوجه رساله الى المتظاهرين اللي هم دخلوا شهرهم السادس وكانوا يتوقعون على اساس اكو عندهم ساده بالحكومه يفهمون شنو معنى التظاهر ويفهمون شنو معنى سلميه. فما يجدون هذا الحل، عليهم التوجه الى كل المقرات الحزبيه الموجوده بالمحافظات وحركها حرك تام، لانه ذولا مو بشر استاذ عمر، ذولا مو بشر، ذولا حرامات اصلا يبقون بالعراق. فشكوا مقر تابع للاحزاب، عليهم ان يقومون بحركه بكل المحافظات العراقيه. نعم. واني اشكرك استاذ عمر. ابو مالك من امريكا كان معنا. صلاح من اربيل، تفضل صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الصحة؟ حياك الله يا أهلا بك، تفضل. حبيبي احنا خلينا نجي أول مرة نسمي العراق مو جمهورية العراقية، نسميها جمهورية الحرامية. هذا واحد. اثنين، الأحزاب اشتووا من أول يومها إلى آخر يومها، ما سووا كل شيء، بس باقوا نهبوا انتهى عملهم. ومقاعدين مرتاحين وشبابنا تنقتل وتروح بلاش دمه هدر. ليه؟ نعم. على مال من؟ على حال من؟ والله شنو أني قاعد أني مقتدى؟ شنو مقتدى حتى يسوي جيش؟ شنو عمار الحكيم حتى يسوي جيش؟ ويقتلون هالشباب العراقية. الشباب تسوى والخنادرهم تسوى أبو الإيران كله. نعم. نعم صلاح. وندعي من رب العالمين ان شاء الله الله ينتقم منهم. يا الله يا الله يا الله. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صلاح من اربيل كان معنا. محمد من الناصريه، تفضل محمد. عليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احيي قناتكم الموقره. حياك الله يا حبيبي. الله يسلمك. استاذ عمر، طبعا هو ذول هم يفقهون، هم ايرانيين، هم عجم، هم مجوس. ليش؟ لأنهم هذا القتل صار هسه بالعراق مثل ماي. هاي الميليشيات المجرمة كلها قاعدة تقتل وقاعدة احنا ولا قتلناهم. نعم. يعني هم واحد يستخطيها يقول هاي خطية وهذا وبين. هاي وحدة. اثنين، يعني احنا ديك المرة تتذكر يعني العراقية الإيرانية وبقوة يعني الخميني وقال كأني جرأت كأس السم فقانوا. طبعا الحرب صارت كلها وصار القتل أو صار استهتار بالقتل، يعني يطلع على الفضائيات وعلى القنوات ويقول أنا كتلين وكذا، ولا كأنه قانون يحاسبه ويقول لما قبل إحنا كنا مثل التفتشينة عليها 6 أشهر سجن، يعني هنا وإحنا خايفين منها بمطبخ البيت، يعني نقشر بيها بتيتة أو طماطة إحنا خايفين من عدها 6 أشهر سجن عليها بالقناة ويقول أنا قتلت وأقرر أنا أسوي وأقتله، يعني وما حد قانون ولا شريعة، يعني قاعد يستهتر بالقتل وكلها. شوف، ولا الله جل جلاله خليه يعني زينب من قال لها أليت أشياخي ببدر شهيدة، ويزيد بن معاوية أليت أشياخي ببدر شهيدة وجزع الخزرج هلا هلا واستهلا فرحا إلى آخر أبياته. وعدت عليه زينب ولا يعني انها تكتب اشياخك او انها تفتح، عفوا انها تفتح، لا متعظم ولا متأثم، يعني هو استهتار في القتل، لا متأثم ولا متعظم، وقاعد يهتف يقول انا قتلت واجر اذن. فيا استاذ عمر، انا تسمح لي شويه فيا استاذ عمر، احنا صار عندنا استهتار بالقانون ما يحاسب والله ما يخاف من عنده، او هاي
بالاشياء كفره مجرمه فسقه من شد وصفهم يعني ما هم بيهم شد وصفهم كفره فسقه فجره مجرمين شيطان ويقولون الشيطان الاكبر لا بالله هم الشيطان الاكبر مو امريكا ايران الشيطان الاكبر وانا نعم أنا أشكرك أخي محمد بن الناصرية. معنا اتصال أم فاطمة من كربلاء. تفضلي أم فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بيك. وأنا كسون صحتك. أحييك أحييك أستاذ عمر. الله محييك يا أهلا بيك. هلا أختي تفضلي. الله يخليك. أستاذ عمر هاي بالنسبة أكو مثل مجهول حساكي تقول البعير يحمل ذهب ويأكل عاقول. هذا المثل هسه صار إحنا علينا. لان احنا اهل الذهب واحنا اهل المال واحنا اهل الثروه احنا حشاك بخينا لي ورا وهسه لما يفتحون دا يتقدمون بروسنا عم باعوا العراق الايران هم باعوا اصلا ومن زمان مو هسه ليش هاي ولدنا هالشباب الحلوه ذولا اليوم اللي ما ادري والله نسيت المحافظه اللي هم بيها يعني ليش هاي هالشكل يوميه حشاك من تروح للسوق تلقط الزين الزين دا يلقطون وين ماكو يعني جهة وصلت ودا صعد العراق ودا سو دا يحاولون يتهكوهم ويقتلوهم أريد الله ينتقم من عندهم أريد الله لا يوفقهم وهذا المرض إن شاء الله يصير بيهم بحق محمد وآل محمد أما مو ساحة الخلاني ها صار ساحة الإيراني ساحة الإيران صارت وهذا صار جسم هذا جسر السمك يصيدون به هالشباب الحلوة ما أعرف شحت والله رح ننشل من وراهم ونتمرض اسال من الله ينتقم من عندهم يا استاذ عمر شلعوا قلبنا من اجوا به السفاعوا للعراق هذول العجل القدرين الله ينتقم منهم والمرجعيه قالت ايران تعطي هذا صلاه الجماعه مال يوم الجمعه احنا عينهم يا عمي وين يا حوزه يا مرجعيه عمي كلها عجم هي المعممين كلها عجم من ساسه الراسه تحكي تبتلي تسكت حشرات تاكل خرا يعني ما نقدر نحكي متحاطين منا ومنا واحنا مبيوعين ابدا عن جد من الصغير للكبير وانا اعتذر عن الاطاله استاذ الله يحفظكم ام فاطمه من كربلاء كانت معنا مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين معنا اتصال صالح من صلاح الدين تفضل صالح ادي عمر نعم تفضل شلونك تفضل استاذ عقنا بشويه على ابو عبد الله من لندن من لندن يعني شغلت عن الدار المرجعية وحكي حكيان وقال القيمة وشالك انت قل لبي شالك الناس راحت الدار وكذلك جنب على جنبه نعم انت عمر وانا عزك وهي وهو ولا على ابو عمر من سليمانية ويعني ابو فاطمة من نجف يعني يدافع للارهابيين السعوديين هم كلهم دمرونا انا من منو دافع على السعودية رد انت رد بطريقة حضارية وبالدليل ادمغه والله الصوت إلك
نعم أفغانيين شون؟ كلهم سعوديين دمرونا البيت عيشه ودمرونا كلنا أخذوا ولدنا وأخذوا كل شباب وين أخذوهم؟ وين راحوا؟ أخذوهم ذبحوهم كان الشرطة يقول تعال أنت متأكد نعم ورحم الله على والدك يعني هذا ابو عبد الله يريد يعني الواحد الشعب ويريد تطلع الطائفيه وقايل حس بس هو الهريسه والتمن لا لا هو ما ينتقد هذه الظاهره إيه؟ انت افتهمت علي لو ما افتهمت يعني ما ادري دافع عنه لا ما خذت احنا لا. عوف الاحتيان عن الاحتيان لا من يقدر يتجاوز ايش حد؟ ثاني مو انا ابدا اقول لك احنا نضرب حربة نضرب لا بس هو انتقد تصرفات انتقد تصرفات موجودة حاليا هو ابو السعودية خي حافظ عاد ما ان شاء الله بالدول لا يرن على ابو ايران يا ابو كل الدول نعم يلا استاذ مشكور رحم الله والديك انا اشكرك ووالديك عيني صالح حياك ابو الحسن من البصره تفضل ابو الحسن السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله استاذ عمار حي ودوم يا لبيبي الله يسلمك الوطنيه الشريفه الله اليوم طبعا هو يوم حزين على استشهاد كوكبتين مناضلتين هم في مدينة العمارة وأنا طبعا الرحمة والسلوان والمحضر لهذه القرابين الشهداء طبعا أستاذ عمر عندي نقطتين جدا مهمة أرجو أن تعطيني وقت إذا سمح الوقت تفضل النقطة الأولى هو حاليا أمريكا تدرس خيارات احنا طبعا أنا لا أعول على أمريكا ولكنه في الوقت الراهن أمريكا تدرس خيار مهم جدا وهي يعني إشغال إيران في مرض خطير وفيروس انشق إلى اسمين لتمزيق الملالي في إيران وأعتقد يعني الميليشيات في العراق التي تحكم بقبضة من حديد بمساعدة القوات المحتلة الضباب الأمريكية هي في وضع خطير وأيضا ضعيف فأعتقد أمريكا ربما خلال هذه الأسابيع القليلة ستستغل الحصار الكبير لإيران وحصار من رب العالمين في هذا الفيروس في إنهاء هذه الميليشيات وتدمير العملية السياسية. النقطة الثانية أستاذ عمر النقطة الجوهرية نعم أنت تعرف الميليشيات بالعراق هي لها قيادات وهذه القيادات هي أيضا أعلنت أمام وسائل الإعلام أنها متورطة بهذه الجرائم الكبيرة بقتل العراقيين من كافة الطوائف وخاصة المنطقة الغربية وتهديد علني وواضح أمام وسائل الإعلام بإعادة الاغتيالات وشفناها في المدن تكررت الاغتيالات في العمارة والباقي محافظات أستاذ عمر أنا الوقت ميت كان وضع أكثر لكنه إن شاء الله ستنتهي هذه الميليشيات قريبا وتسحل في شوارع العراق وخاصة في المناطق الجنوبية لأن إيران بعد ممنوع واحد يسافر إطلاقا فالله سبحانه وتعالى سيضع هذه في دائرة خطيرة والشعب العراقي سيمزقهم تمزيقا وشكرا شكرا أبو الحسن من البصرة كان معنا اتصال أبو غدير من ميسان تفضل أبو غدير أبو غدير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا حبيبي حياك الله يا اهلا بك طبعا نعزي انفسنا وانفسكم باستشهاد هذين الكوكبتين امين يا رب هسه لو 10 لو 1000 لو 100 نبقى احنا صامدين ان شاء الله بوجه كل واحد ظالم من الحكومه مالتنا بالذات يعني اشمو السنيه والمسيحيه وكذا لا هسه هي الشيعيه بالذات نبقى إن شاء الله صامدين يعني كسكتك كل رجل إن شاء الله بوجه هاي الحكومة الطاغية العميلة
لو ما عميله وجبانه ما تحدى اليوم شباب يعني كوكبه من شباب من شبابنا هذول الفله هذول اللي طلبوا حقهم اللي كل ما يمتلكون. نعم يعني ايش 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 نوبه انتم ناس يعني هم تعرفون ودرستوا وطلعتوا تلك العالم كله الدول كلها صاروا 18 سنة أو 17 سنة نهبونا أو قتلوا ولدنا يعني جوع عندنا عرى عندنا فقر عندنا يتم عندنا. نعم اليوم يعني شنو سووا هم ذولي يعني شيء هتفوا قاف طبعا أنا أعتذر ما أدري شيء رحمة الله الوالدين الله يحفظكم عين ابو غدير الله يحفظكم ابو غدير من الميسان كان معنا ابو ناصر من الكويت تفضل ابو ناصر ابو ناصر تسمعني السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله حياك الله يا هلا بك يا مرحبتين الله يعينكم الله يصبركم الله ينصركم امين يا رب لا توقعون من الدول الدول في دول عربيه متامره عليكم في دول عربية لا تريد للعراق أن تقوم له قائمة في دول عربية متآمرة عليكم يبان العراق ضعيف يبانه مهلهل ممزق ما يقوم يعني أنتم صدقكم أي دول عربية أو دول العالم كلها تفرج عليكم لا مصالح هم عاجبهم هذه الحكومة هذه لكن أنا الشرها على منه الشرها على القبائل على أمراء القبائل ناطرين التفرجون على شنو يعني إذا استمر الوضع على هالحال ما يبقى بالعراق إلا النساء والأخ قبل شوية أبو فاطمة ثاني مرة يقولها يعني كلام خطير يقول في إعدامات بسجن ناصرية ليش شيوخ القبائل وين حنا من زمان نسمع يعني والله أنت عجب يقول عجيبة زين ما يصير زلزال بالناصرية إعدامات كل يوم ومن هو فيها معظمهم شباب السنة أننا نسمع دائما يقولون تروح الشباب الحلوة الشباب الوسط والجنوب يا ناس اللي بالسجون الحين بالسجن الناصرية شباب السنة أعمارهم صغار يلبسونهم هالملابس الصفر ناصر يعني آلة القتل بالعراق الميليشيات ما شاء الله يعني ما خلت لا شيعي يعتب عليها ولا سني يعني مع الأسف هذه تسميات بدأت تقتل كل عراقي يطالب بوطن خالي من الفساد خالي من هذه الميليشيات. أنا أشكرك أبو ناصر من الكويت. أقرأ رسالتين قبل الختام. رسالة يقول فيها السلام عليكم يقول تحية لك أستاذ عمر وياك أحمد من كربلاء يقول أسأل الله عز وجل بالشفاء العاجل للشعب العراقي والإيراني والمسلمين من المرض أو فيروس كورونا آمين يا رب العالمين شافي جميع المسلمين وشافي جميع الإنسانية يا رب. آخر رسالة يقول اللهم ارحم شهداء ثورة تشرين اللهم احفظ المتظاهرين من بغداد إلى البصرة بنت الناصرية سلامي لكادر قناة الرافدين. طبعا آلاء المحامية دزت لنا رسالة أقراها 10 ثواني تقول أستاذ عمر من إجا وهددوا كان أهل منطقتي متواجدين وما حد وقف وحاجاهم إجوا صيحوا وقالوا إذا رحت مرة اللخ الدفاع عن أي متظاهر راح تكون آخر قضية إليش وبعنادهم فتحت الفيس مالتي تقول وكتبت محامية ببلاش للدفاع عن أي متظاهر الله يبارك بيش تقول بس أقول لهم أنه لا حزب الله ولا أي حزب راح يوقف شغلي في الدفاع عن الأبرياء وأنا كمحامية فداء إلى العراق. آلاء قاسم الله يحفظك أستاذ آلاء ويحفظ جميع العراقيات والعراقيين. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.